السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. بنعمل اليوم طبخة الملفوف. هون عندي ملفوف، أنا حطيته بالمي بالطنجرة، دبلته، صار جاهز للحشي. كاريين ملفوف، الرز 3 كاسات رز ناقعته، مش عم جهزه للملفوف. حطيت 3 كاسات رز قصير، 1/4 كيلو لحمي، راس ثوم كبير، اختياري، 1/4 ملعقة نعناع ناشف، 1 ملعقة كبيرة كمون، ملح حسب الرغبة، ثمن 1 ملعقة صغيرة قرفين، ثمن 1 معلقة ناقصة شوي كركم، رشة فليفلة حمراء. إذا حارة عندكم أولاد صغار ما تحطوا فليفلة حلوة. 1 ملعقة كبيرة معجون الطماطم بيعطيها طعم طيب. 1 ملعقة تانية معجون طماطم. هلا بدي رف الملفوف. عندي الملفوف هذا، شيل هذا الضلع النص ثاني، حط حشوة الرز واللحمة، برصها منيح عشان ما تفلت، شد ايدي يعني. هيك صارت عندي جاهزة. انا ورق الملفوف عندي ما هو كبير، صغير. نحاول نلف على الجهة الناعمة. مقدار الحشو مثل ما بدكم. لأحيانا الورقة تكون كبيرة، أحيانا صغيرة. أحيانا بتحطي مع الأصغيرة، أحيانا بتحطي مع الأكبيرة بالحشو حسب حجم الورقة. حطيت ورق الملفوف بأسفل الطنجرة عشان ما يلزق. نحط الثوم، 1 ملعقة كبيرة كمون عشان النفخة، 1 ملعقة كبيرة نعناع ناشف، الملح حسب الرغبة، 1 ملعقة كبيرة بهارات مشكل بيعطي طعم طيب للمرأة. ذقته استوى ما شاء الله. عصرت 5 ليمونات، الليمون حسب الرغبة، في ناس تحبه حامض كتير، في ناس تحبه وسط. يعني عصورة وذوقه أحسن، لأن حجم الليمون بيختلف، في ليمون صغير في ليمون كبير. هلأ بنوس النار، خليه يتهدع مهله. الملفوف صار جاهز، صبيتهم بالطنجرة واستوى، زينته بالنعناع وشرائح الليمون والثوم. جربوه على طريقتي، ممكن الاشتراك في القناة، عمل لايك، تفعيل الجرس، تعليق حلو، مشاركة مع الأصدقاء. بارك الله فيكم. فلفل حار 1، أنا نسيت أقولكم إنه نحط للمرأة فلفل حار 1، بس إذا في أطفال يعني ما بينفع.
هي التوم عليه ممكن اشتراك في القناة عمل لايك تفعيل الجرس تعليق حلو مشاركة مع الأصدقاء بارك الله فيكم صحة وهنا وعافية عليكم.